حياكم الله من جديد أيها الأفاضل، ننتقل وإياكم إلى إيران ومن جنوبها تحديداً المشترك من الناطقين باللغة العربية من الأهواز تحديداً حسن الساري. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن علي الساري، العمر 16 سنة، من محافظة الأهواز، صوتولي على الرقم 42. حسن فجرك يا هالليل، اليوم الحشر لا ينطر، أشبع شوف من حسين ومن عباس إلي مشكر. يا الله، اللجنة الكريمة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن علي الساري من محافظة الأهواز، العمر 16 سنة. إن شئتم نبدأ فصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ناعي كف كف دموعك والمها والمها واكتم لوعة جروحك ولمها ولمها زينة ولمها 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 حزينة وقابعة بنار الزرية حزينة وقابعة بنار الزرية. هو قلت رزية ايه غلطت غلطت بس بعدين صح سرية. يا ناعي كف كف دموعك ولمها ولمها واكتم لوعة جروحك ولمها زينب لا أبو يمها زينب لا أبو يمها ولمها ولمها حزينة وقابعة بنار الرزية يا حزينة وقابعة بنار الرزية. لشاعرها سيد سعيد الصافي الرميث، صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. مقارنة وتساؤل ما بين عطش الطف وعطش رمضان. عطش رمضان وقت المغربية يذكرني بصباح الغاضرية. عطش رمضان وقت المغربية يذكرني بصباح الغاضرية. بذاك الطف يا رمضان حسين انذبح عطشان. بذاك الطف يا رمضان حسين انذبح عطشان. وزينب بالعطش راحت سبيه وزينب بالعطش راحت سبيه. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد
محمد وآل محمد. عطش رمضان وقت المغربية، يذكرني بصباحي الغضرية، عطش رمضان وقت المغربية. اسمع زين، اسمع على كيفك. عطش رمضان وقت المغربية، يذكرني بصباحي الغضرية، عطش رمضان وقت المغربية، يذكرني بصباحي الغضرية، بذاك يلطف يا رمضان حسين نذبح عطشان، بذاك يلطف يا رمضان حسين نذبح عطشان، وزينب بالعطش راحت سبية، وزينب بالعطش راحت سبية، هذا رمضان وذكارتك تشبه هلال لقيتك، هلال رمضان بطليعته من حني يشبه مشيتك، هذا رمضان وذكارتك تشبه هلال لقيتك، هلال رمضان، هلال رمضان وبطليعته من حني يشبه مشيتك، من طلعتي من المخيم صايمي ومخنوق ريتك، مولاي احنا نشرب ماي وانت فطرتي بدمك لحيتك، المغرب من يأذن تلتم الناس، مغرب من يأذن تلتم الناس، والطف فرق حسين ويا عباس، المغرب من يأذن تلتم الناس، والطف فرق حسين ويا عباس، يا عالم قبل الأذان حسين ينذبح عطشان، يا عالم قبل الأذان حسين ينذبح عطشان، زينب بالعطش راحت سبية، زينب بالعطش راحت سبية. كلمات، الكلمات، الله 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 الله، كلمات المد، كلمات شاعرها الحبيب على قلبي سيد محمد الموسوي. موسوي عبية، ولو انت ما عجبتني اليوم بس سمعني يا هضيم، عندي مقترح لهذه القضية. يا هضيمة تغير الحال
واليتيمة علي ينقال يا هضيمة تغير الحال واليتيمة علي ينقال وين بابا وين بابا وين بابا وين بابا يا حبيبي كنت احس انك نفس بيامي يا حبيبي الهسه راسك بلطشيت جدامي على دروف فوق الهزل والطشرن احلامي بيض الله انت حسره لك وسط القلوب يا الظامي ترضى بابوي انا انهان بلا عشيره بلا يا اخوان ترضى بابوي انا انهان بلا عشيره بلا يا اخوان بارك الله شعرها يا سالم ابو عباس الساري احسنت احسنت حياك حياك احسنت نعم استاذ حسام ما عدت تفضل استاذ حسام انا خليته يقرا حسن صوتك جميل هادي راسي ماسك مقام انت بتحبه برضو ودي حاجه ميزه فيك بس طبعا واضح ان انت خايف العرق باين على وشك كنت في الاول برضو الدخله بتاعتك دي هزتك شويه مربك بس احساسك جميل تعبيراتك حلوه وتفاعلنا معاك زي ما شفت ربنا يوفقك واحسنت جميل بارك شكرا سمحت الشيخ تفضلوا حبيبي حسن بارك الله بيك موفق ان شاء الله طبعا حسن من الدورات السابقه ومن بدايته كان مميز والان اكثر تميزا بس اشعر يحتاج لثقه بنفسه اكثر ان شاء الله الاداء جيد احس يحتاج روح تطل القصيده روح انت تصنع هاي الروح انت تصنعها والا بقيه الامور جيد جدا من اختيار النص وبقيه التفاصيل بارك الله بك دكتور مهدي تفضلوا احسنت شكرا سيدنا الله يبارك حسن انت منين من الاهواز حي العين ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك الله هذا حي العين نسميه عين دو هناك يعني فرق انشاد وقراء قران ورواديد ما شاء الله فالافضل نسميها عين نور الله أحسنت يا حسن وأبدعت أتفق مع أساتذتي أنك كنت مرتبك شوي تعبير الأستاذ حسام خايف وهذا يأثر على الأداء خليك بالقصيدة وعيش القصيدة حتى تبرز ليك الحيوية والوجد اللي ويتعامل وتعاطف معاك الجمهور على كل حال عندك شوي نشاز مخنوقة ريتا عندك كلمة هيك صعدت بها مخنوقة ريتك إيه هاي كانت مخنوقة صحيح مخنوقة ريتك إيه مخنوقة ريتك إيه الأستاذ هم مسجلها والحمد لله أنا قلتها قبل لا قالها زين كان عندك يعني نشاز وخروج عن ال على كل حال ممتاز إن شاء الله مستقبل زاهر وباهر الله. بإذن الله شكرا لك نعم أستاذ يحيى تفضل شكرا لك سيدنا العزيز وشكرا لملا حسن الله يبارك به ملا حسن يمتلك صوت جيد وفيه الكثير من الخصائص يعني صوته فيه صفاء وفيه وضوح وعنده مدى صوتي وعنده مرونة ما شاء الله يتنقل بإنسيابية وبسلاسة بين الدرجات الصوتية ويقدر يسوي بعض الجمل في المفردات يعني بحركات صغيرة قادر معدها هاي دليل على مرونته الصوتية وتوظيفها الصحيح لها نعم. فصوته يطلع منه شغل هواي يعني حقيقة هذا من ناحية أنا بالأبوذية أديتها التجيد ولكن كنت أتوقع منك راح تقدم بها أكثر يعني أنت قادر بأن تأدي الأبوذية أفضل من هذه الصورة القصيدة أديتها ما شاء الله بشكل جيد جدا
واللحن يجب أن تحفظه، يعني تحفظه بشكل أدق من اللي تحفظته. المدرب رد لك اللحن، يعني أنت شوية خطأت في مساراته ببعدك بالمستهل ورد لك إياه وما شاء الله أديته، ولكن أتمنى تحفظ اللحن جيدا حتى تعيشه وتتمكن عنده، وهذا يصير المؤدي إلى يصير الأداء أكفأ. المستهل أيضا شوية صار عندك بنشاز، ولكن بصورة عامة أنت مؤدي جيد وصوتك ما شاء الله متمكن، والله يبارك بك. شكرا للجنة، شكرا لكم الله، موفق إن شاء الله. أهلا وسهلا. شاركت بالموسم الثاني وموسم كان كلش حلو، ولكن هالموسم هذا الرابع موسم كلش جميل وصعب. اللجنة طلبت من عندي أقرأ قصيدة ثانية، لأن هاي القصيدة ما اتمرنت عليها هواي، فهاي القصيدة أنا كلش مرتاح لها الثانية، وقصيدة كلش جميلة على قلبي.